انت مين يا عم انت؟ هاي انا بابا. نايس تو ميت. بذمتك ليك نفسي تسمع اغاني والامتحانات داخله عليك خلاص. ايه اللي فيها يعني؟ يعني انت معاك ربع ساعة بحلقة بعد درس العربي تروح فيها تاكل بسرعة عشان تلحق درس الفيزياء وعايز تضيعها في اغاني؟ انت مفيش دم خالص كده. المفروض اعمل ايه يعني في الربع ساعة دي؟ مش فاهم. تفتح محاضرة الكينج. محمد منير؟ منير ايه؟ ما هو انت بذكائك ده مش هتجيب مجموع يدخلك بيتكو حتى. امال كينج مين؟ كينج الكيمياء. ده عامل محاضرة على اليوتيوب كلها رقص وتنطيط وهنهيص. مش هتشغل الكينج يعني. انا عرفت انا اتعامل معاك ازاي. ايوه عمر، انا مدرس العربي كلمني وحكى لي على الدرجة اللي انت جبتها في الامتحان. حسابك معايا بقى لما تيجي بالليل ان شاء الله. مبسوط كده يعني؟ انا البابا يعني. ما تخليش البعبع يأثر على تفكيرك، تابعونا علشان تعرفوا ازاي تتصدوا لتخريف البعبع. حملة بعبع ثانوية عامة، درجتك مش مقياس شطارتك.